منافسه جميله بيني وبين صديق عمري هشام جمعه، وزي ما انت شايفه الحلقه رائعه. اما انجح ان شاء الله هقول لك، لسه ما اقدرش يعني، اكيد هعمل كل خير ان شاء الله. انا عندي برنامج انتخابي قلته، ولو نجحت ان شاء الله هنفذ برنامج الانتخاب كلها بالحب. الناس حب الناس كبير قوي الحمد لله. دكتور اشرف زكي احنا جايين بنسنده، يعني ده شيء مش عيب، يعني مش هقول اسماء عشان كلهم زملاء عزاز وجمال، بس اللي انا فاكراه كويس قوي يعني هشام سليم. عايزه الاهتمام بالفنان اللي صحته بتقل، اللي شغله بيقل، اللي الاضواء بتتحجب عنه، نقدره ونحطه على راسنا من فوق. لازم. انا كنت في عضويه مجلس قبل كده وعارفه قيمه اي صوت موجود بيحصل ايه. ممكن يبقى صوت يفرق على فكره. انتخابات نقابه، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات، لازم الانسان يبقى ايجابي. انا بحب ابقى ايجابيه، ما بحبش ابقى سلبيه. انا عارفه ان في مجهود كبير لازم يتعمل من النقابه في الناحيه ان الناس تشتغل، ان اللجنه الصحيه، الحاجات دي كلها في كتير لازم مجهود كبير يتعمل. عشان اشرف زكي هو احق واحد بالنقابه، لان كل اللي في النقابه مش كويسين معظمهم. عمل حاجات كتير قوي، كفايه ان راجل خدوم بيخدم كل الناس، بس ربنا يكرمهم، الناس كويسه كلها. برشح نفسي للمره الثانيه لان طبعا في انجازات حدثت في الدوره الماضيه، زي مثلا مشروع الاسكان، زي دار المسنين، زي تدعيم صندوق الخير. في امال كتير عند الشباب، الشباب عنده طموح، في انفلات بالنسبه لشركات الانتاج وتشغيل الغير اعضاء نقابيين. بالنسبه لي انا كدوره اولى من 4 سنين كان العدد يفوق طبعا، لان كان النقيب و12، المره دي النقيب و6، ومع ذلك انا شايف حضور كبير جدا وخصوصا من الشباب، ودي بادره كويسه تدل على ان الشباب عنده رغبه في التغيير، فلازم كلنا نقف ورا هذه الرغبه. مش هقول الفنان ومش هقول ابويا، لحد امبارح الساعه 11 بالليل كان في النقابه وبيشتغل بيمضي ورق، لان هو حد بيراعي ضميره، بيحب الناس. هو حط فيا موضوع الخدمه العامه وخدمه الناس من ايام ما كان في الجامعه، بيحب يشتغل للناس حاجه فينا. فيعني ربنا يوفقه وربنا معاه. انا متوتر جدا المره دي زي السنه اللي فاتت، وهفرح له جدا لو نجح، وهفرح لكل الناس اللي هتنجح. وفي النهايه الموضوع صعب يا جماعه، انك تبقى في مجلس نقابه المهن التمثيليه دي حاجه مش سهله وحاجه متعبه، وده مش تشريف بالمره، ده ارهاق ما بعده ارهاق. ويعني ابويا دخل عمل عمليتين في القلب، فيعني الموضوع صعب. اكيد طبعا انا جايه النهارده دعما لاشرف زكي. اشرف زكي كان ليه تجربه سابقه قبل كده معانا، التجربه كانت ناجحه قوي بجميع المقاييس، وانسان نشط وكله حيويه وحب للناس كلها دون تفريق، بيساعد الجميع، بيقف في الازمات وقفه رجل واحد. من المجلس هشام سليم. انا يشرفني ويسعدني واتمنى من كل قلبي ان اشرف زكي يفوز بان هو يبقى النقيب، لان راجل محترم، راجل بيعرف يستعمل ادواته، راجل شريف، راجل ممتاز. وايام ما كان ماسك الفتره اللي فاتت كانت النقابه على اعلى مستوى من اخلاقيات ومن كل حاجه. بالنسبه للاعضاء، اعضاء جدد، وانا انتخبت اعضاء جدد، اتوسم فيهم الخير واتمنى انهم يعملوا حاجه للنقابه. لا انا في المجلس اللي فات وبرشح نفس المجلس. في قوانين كتير جدا ما بتخليش للنقابه اي سلطه على اي قنوات، بيبهدلوا الدنيا، اي حد بيعمل اي حاجه، محتاجين نبقى لنا سلطه عليه. متحمس جدا. انا جيت النهارده لانتخابات مجلس نقابه المهن التمثيليه، ويا رب ان شاء الله نقدم الاصلح للنقابه وان شاء الله خير. كل سنه وانتم طيبين. طبعا حريص، لان مجلس النقابه ده بيبقى مهم جدا. اختيار المجلس النقابه بالنسبه للفنانين، وخاصه في الفتره دي اللي احنا بنحاول نرتقي فيها ونتقدم بالمجتمع المصري من خلال الفن، بالنسبه للوقت دوت اعتقد الحضور كويس. انا جاي مخصوص مثلا من اسكندرية عشان خاطر الانتخابات لأنها مهمة.